<applause> لدينا اتفاقات وتنسيق وكل اجراء يتخذ بالتنسيق فان البيشمركه جزء من منظومه الدفاع العراقيه لكن ان يتخذ اجراء يتجاهل حكومه الاقليم والبيشمركه فغير مقبول. اردنا الاستفاده من فرصه مجيئنا فدعونا ضباط الجيش العراقي للمجيء الى هنا والاجتماع بكم للتحاور. وكما وصلنا فانهم رحبوا بالدعوه لكن يظهر ان القياده العامه ومكتب القائد العام اصدروا تعليمات تمنعهم. كنا نتمنى ان ياتوا لكن ربما في فرصه اخرى. توصيتي لكم ان تكونوا منتبهين لا تبادروا باي عمل استفزازي من طرفكم لكن كونوا مهيئين للرد على اي تجاوز على الشعب الكردي او كردستان.